السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفيش في الدنيا شيء أجمل على النفس ولا متعة ترد الروح أكتر من رؤية الطفل والابتسامة بتاعته، والعكس صحيح تماما. مفيش شيء أقسى على القلب ولا يكسر النفس ولا يوجع الروح أكتر من رؤية الطفل ميت. علشان كده أي حادثة في العالم أو أي كارثة بتتسبب في وقوع ضحايا بيتم الإشارة مباشرة والتركيز على الضحايا من الأطفال، لأن موت الأطفال ما يعتبرش مجرد نهاية حياة، لكنه نوع من أنواع الفقد الذي يدغدغ المشاعر، كونه مرتبط بموت حلم لسه ما تحققش، طموح لسه ما بدأش، موت أمل لسه في أوله، موت مستقبل لم يتكون بعد، موت طهارة، موت نقاء، موت كينونة رقيقة أمورة صغيرة لم يكتب في كتابها أي سيئة بعد. العالم كله شاف في ولاية فلوريدا في أمريكا لما عمارة وقعت وطفل اتحبس تحت الأنقاض، أكتر من 80 فرقة إنقاذ بأحدث المعدات اتجمهروا واتجمعوا من الصباح الباكر حتى المساء، وفضلوا شغالين على الركام حتى أخرجوا الطفل سالما من تحت الأنقاض وسط فرحة من العالم كله. والعالم كله شاف في الصين لما طفلين وقعوا في ماسورة مجاري اتعطلت الحياة تماما وتكالبت كل فرق الإنقاذ المدني حتى أخرجوهم سالمين معافين وسط فرحة العالم أجمع. والعالم كله شاف في تايلاند 19 طفل دخلوا كهف عن طريق مجرى مائي واتحبسوا جوه ومعرفوش يطلعوا. 90 غواص محترف من مختلف دول العالم كانوا هناك في خلال سويعات في حدث اتنقل للعالم كله على الهواء مباشرة حتى أخرجوهم من الكهف بصحة وبسلامة وسط فرحة العالم أجمع. وأمثلة أخرى كثيرة مماثلة في شتى بلاد العالم تسابقت دول العالم وتنافست في إنسانيتها من أجل إنقاذ أي طفل معرض للخطر، حتى لو كان في أقاصي الأرض أو في أعالي الجبال أو في أعماق كهوف سحيقة، لكن نفس العالم الأجمع، نفس العالم بيشوف دلوقت وفي بث مباشر وعلى الهواء مباشرة عملية قتل ممنهج ومنظم ومع سبق الإصرار والترصد من قوات الكيان الصهيوني المحتل القذر في حق أطفالنا في فلسطين. ومش طفل واحد زي أمريكا ولا طفلين زي الصين ولا 19 طفل زي تايلاند، لا حضراتكم، دول وصلوا الآن إلى 12 ألف طفل قتيل في فلسطين الحبيبة. 12 ألف وعلى كل لون حضرتكم. أطفال دفنوهم تحت أنقاض البيوت اللي دمروها ماشي، أطفال دهسوهم بالعربيات المصفحة بتاعتهم ماشي، أطفال تم قنصهم من قبل قناصة إن شاء الله ينتصوا في عيونهم وفي نظرهم كلهم ماشي، أطفال تم تمزيق أجسادهم إلى أشلاء بمختلف أنواع الرصاص ماشي، أطفال تم حرقهم أحياء بفعل قنابل الفسفور المحرمة دوليا ماشي. والعالم الأجمع ده اللي كان بيتسابق عشان إنقاذ طفل واحد من أي كارثة في العالم اتعمى وفقد الإحساس وفقد الإنسانية عندما جاءت الصورة على أطفالنا في فلسطين. والله العظيم يا جماعة، والله العظيم لن يحك جلدنا مثل أظافرنا أبدا، ويد الله مع الجماعة. وأدعو الله أن تتحد دولنا العربية والإسلامية لتكون جميعها على قلب رجل واحد، وقتها لا يمكن لأي قوة في العالم أن تفرض سيطرتها أو سطوتها علينا أبدا. 12 ألف طفل حضراتكم قد قتلوا، وراهم 12 ألف أم مكلومة، ده إذا كانت لسه عايشة، وراهم 12 ألف أب فقد سنده في الحياة من بدري بدري، ده إذا كان لسه عايش هو كمان، ووراهم 12 ألف أسرة كانت متأملة أن تكمل مسيرة الحياة كأسرة واحدة زي أي أسرة في العالم، ده إذا كانت الأسر لسه عايشة. عارفين حضراتكم كام طول الحدود بين مصر وغزة؟ 12 كيلو من الشمال للجنوب، اللي هو في اللي انتوا شايفينه في الصورة دي. طيب عارفين حضراتكم ان لو ال 12 ألف طفل دول مسكوا في ايديهم بعض بالعرض وعملوا طابور، عارفين الصف اللي هيعملوه هيطلع طوله كام؟
12 كيلو. ليست صدفة والله أبدا، يعني ممكن أن يصطفوا جميعهم على شريط الحدود ما بين مصر وغزة ليغطوه ويكملوه تماما من شماله إلى جنوبه، وهذا ما تخيلته والله بالضبط. طابور من ال 12 ألف طفل فلسطيني اللي قتلهم الكيان الصهيوني المغتصب يصطفون بجانب بعضهم البعض متشابكة أيديهم، يديرون ظهورهم إلى غزة ويتوجهون بأنظارهم وعيونهم إلى مصر والدول العربية وباقي الدول الإسلامية، وكأنهم يريدون توصيل رسالة. أسأل الله أن يصل معناها. اللهم آمين.